الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ مئات الملايين من السنين كانت أكبر الزواحف حجما تعيش على سطح هذه الأرض، وكان يقال لها الديناصورات. انتشرت على سطح الأرض وسادت المملكة الحيوانية كلها على الأرض، وكان يصل طول الديناصور منها إلى 30 طنا، يعني زواحف ضخمة جدا. وعاشت الديناصورات نحو 200 مليون سنة على الأرض، إلا أنها انقرضت منذ نحو 60 مليون من السنين، ولم يعد لها وجود، ولا يدري أحد من العلماء السبب الحقيقي في انقراضها، إلا أن حيوانا أكبر من الديناصورات كان ولا يزال إلى اليوم يسود البحار. يعني كان في زمن الديناصورات ولا زال حتى اليوم في البحر يسود البحار، هو الحوت. يعني هو أكبر من أي ديناصور حجما، فمن الحيتان ما يبلغ وزنه 50 طنا. إنه ساد البحار منذ ملايين السنين وحتى اليوم. ذكر الحوت في قصص الأنبياء، ذكر في قصة النبي يونس عليه السلام كما تحدثنا عنها في حلقة سابقة، وذكر في قصة النبي موسى عليه السلام، وجاء ذكر هذا في القرآن الكريم وفي هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: أي رب، وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا في مكتل، وحيثما فقدت الحوت فهو ثم، إلى آخر الحديث القدسي الشريف. أولا دي قصة مذكورة في سورة الكهف، نعم، وعنوان السورة يدل على أن في السورة كهوفا كثيرة، ومعنى الكهف الشيء اللي مش كل واحد عارفه، متداري فيه حاجات. فجابها مع الفتية اللي راحوا في الكهف وقعدوا المدة الطويلة العريضة. يا سلام، يا سلام، فتية لسه فتيان، وبعدين سابوا قومهم وراحوا وقعدوا ومكثوا مدة كذا، الله، وصبروا، وبعدين بعثهم الله، ناموا وبعثوا. ايوه، فعلشان يثبت الحق سبحانه وتعالى أن الله جعل في أمة الأمة المؤمنين مش بس العجائز اللي يقبلوا عليها، لأن العجائز انتهت مهمتهم من شهوات الدنيا، يقوم يجيب فتية لسه وبعد ذلك يجيب فتية، والفتية دول يجتمعوا على الإيمان ويفروا من الكافرين ويروحوا يقعدوا في النار، يقوم يجلي فيها أشياء كثيرة. نعم. الشيء الأول أن الزمن اتلغى، لأنهم لما قاموا بعد المدة اللي قعدوها قالوا: إحنا لبسنا قد إيه؟ قالوا: والله لبسنا يوما أو بعض يوم. يدل على أن شيئا لم يتغير في خلقتهم. نعم. لأنهم ما شافوش حاجة تغيرت. لو كانوا لسه
لسه شعرهم اسود وحلله ابيض زي ما هم. انما زي ما هم. ولذلك كان الجواب لبسنا يوما او بعد اقصى ما يمكن ان ينام الانسان يوما او بعض يوم. قال لهم لا، انتم لبستم 300 سنه وتسعه، مش يوم او بعض يوم، سنين طويله. يبقى دي لازم عايزه فزوره تنحل. ازاي الفزوره دي تنحل؟ قال لك ربنا حل الفزوره في سوره البقره لما قال او كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها. قصة عزير بقى. ايوه. قال له أنى يحيي هذه. قال له تعالى بقى، انت كنت ساعة ما كنت ماشي كان معك ايه؟ قال له معايا طعامي ومعي حمالي الذي يحملني. قال له انت مش لبست يوم او بعض يوم، انت لبست 100 سنة. 100 عام. الله. يبقى هو يوم او بعض يوم. وربنا قال له لا ده سنة. يبقى قضيتين اتنين متناقضتين. قال له طب انت كان معك الحمار ومعك الطعام، انظر الى حمارك. ام وجد الحمار تراب، مش ممكن يأتي فيهم او بعض يوم. ممكنش. الله. قال له طب انظر الى الطعام، شافوا ما تغيرش ما حموتش. ايش بقى الطعام بقى؟ الحمار يدل على ان الزمن 100 سنة. صح، لانه ما يبقاش تراب كده في ليله وهنا ممكن. والتاني بقى الطعام ما تغيرش، يبقى برضه اليوم او بعض يوم. يبقى انت صادق وربك صادق. كانه بده يلفته على ان الحق سبحانه وتعالى يبسط الزمن في حققه ويقبضه في حق اخرين. وهو القابض الباسط. دي بقى قصه سيدنا موسى دخلت من هذا. فلما قال له كده قال له الله يقبض ويبسط. ما تبقاش تاخد المقاييس على انها مقاييس اي واحد. ادي حته كهف. بعدين لما جه يتكلم ادانا حته ايه كونيه علشان نستفيد منها في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق. إزاي؟ طيب هم ناموا 300 سنة و9. ما قالش 300 سنة و9، لا، قال 300 سنة وازدادوا 9. أكنه ما عبرش على إنهم 300 سنة و9، لا، هم 300 سنة بس ازدادوا 300 سنة 9. يبقى لازم قارنة بين الزمن الهجري والزمن الميلادي. قالوا احنا نعرف ال 300 ولا نعرفش ال 9؟ نعم نعم نعم. قال لك ده اللي زادهم ال 300 بقى 9. لما تحسبها هجري يبقى 9. ادي واحده. الشيء الاخر انهم ناموا هذه المده الطويله وهم في كهف، والكهف ده بقى فيه رياح وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ومع ذلك ما فوزعوش بشيء من ظواهر الطبيعه. نعم. قال ربنا ما تستعجبوش في دي، لانني ضربت على اذانهم في الكهف سنين عددا. يعني مش هيسمعوا حاجه. والحاسه التي تؤدي مهمتها ليلا ونهارا هي الاذن. نعم. وبها استدعاء. طب ادي واحده. وبعدين قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اللي هي السبب اللي بيجعوا بتاعة الفراش. نقلبهم كده لانهم لو فضلوا نايمين على حته واحده تجي لهم البتاع بتاعة الايه؟ قعدوا كده 300 سنه. طب ما علاقه هذا بقصه سيدنا موسى؟ لسه كهف من الكهوف. دي كهف عقدي. وبعدين في كهف سببي. الاثنين اللي لهم واحد لهم جنتين وواحد كافر وقال له مش عارف ايه وقال له ايه. الراجل الكافر فاهم ان هو بشطارته قال ولا ان رددت الى ربي انا هلاقي احسن من كده. ادي برضو كهف في الاسباب، ساعه ما يشوف الاسباب ينغر فيها وينسى المسبب. وبعدين سيدنا موسى بقى جت في سيدنا موسى. الكهف بتاعه انه قال انا اعلم. والله اللي بيحافظ على سيدنا موسى يقول نعم اعلم، لان الله اودع فيه علما
يصلح هؤلاء ولا يعلمونه. يبقى لما تحسن الظن به وأعلم منكم بما ينزله الله عليه الأمن يعني. نعم. إنما هو جابها على إطلاقها. فربنا قال له لا ما تحشرش دي فيني. وبعدين قال له أن أنت رسول وهناك عبد صالح ما تقرب إلي إلا بما قلت أنت له في منهج الله. ومع ذلك لما تقرب إلى الله بمنهجك بقت له صلة خاصة بالله، لأن مهمة الرسل أنهم يلحموا الخلق بالخالق، وبعدين لما يلحموا الخلق هو بقى يتكفوا بقى يديهم عطا تاني بقى. يديهم عطا تاني. ولذلك قال من لدنا رحمة ومن لدنا. يبقى أنت ما خدتش مني من لدنا علم. يبقى من لدنا علم بيجيب مش بس كلمة، وأيدها بالواقع وقال له أدي بقى الإيه السفينة وهتعترض عليك، وقال له إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحب. أتاه علما غير أتاه لموسى. قال له لا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. أما كلام نظري، لما بقى عملي قال له أنت عملت ديا ده أيتام ومش عارف إيه، وبعدين خدت منهم مش عارف ايه بتاع ازاي تعمل. قال له انا قلت لك من الاول مش هتصبر خلاص. قال له طيب سامحني فيتي. قال له طيب العبد الواد اللي قتلته انت عشان تقعد. قال له طيب برضه قلت لك ما تتكلمش في انت هيقول لك كده. قال لن انا مش هسالك بعد كده في حاجه برضه. كيف قال له للجماعة اللي راح استطعم أهلها وأصدقوا سؤال سؤال اللقمة، فلما ما يدوش لقمة يبقوا لئام، لأن سؤال اللقمة ما ينصبش فيها، ما حدش شبعان ويشحط لقمة، إنما شبعان يشحط فلوس ويوفرها، إنما يشحط لقمة ما يمكنش. فإذا كانوا قد منعوا اللقمة وهي أصدقوا سؤال يبقوا لئام. لما فيه جدار قال هو عرف نية الجدار. شوف بقى القرع بقى اللي على موسى، جدارا يريد أن ينقض لكنه عرف نية الجدار في أنه عايز يقع، وبعدين بناه وبناه بناية موقوتة بحيث الولد لما يكبر ويقدر يحافظ على الكنس يبقى الجدار يقع بعد وجود شبابية تحمي. لكن ده هم اتنين، وما دام هم اتنين يبقى معناه ان الاتنين توأم. فأراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما، يبقى لازم توأم. فازاي يعمل العمليه دي ويبني الجدار بناء موقوته بحيث اذا بلغهم يقع الجدار؟ قال لك هيبقى عندهم قوه يحموه. دوكا بيقول ما تاخد عليها اجر. قال له اجر يا عبيط انت، ده انا عملت فيهم فاصل وانا عملت فيهم جميل، ده لو انني سبت ما بينش كانوا خدوا الكنز، يبقى انا عاقبتهم. وعلى كل حال ما انتش هتصبر وياي سانبئك. وقال له على الموضوع بقى. وقال له بقى على الايه؟ على هذا الموضوع. الحق سبحانه وتعالى ادي كهف بأنك أنت يا موسى رسول تبلغ الناس المنهج المراد، لكن إذا التحم بي عبد من العباد أنا لي وياه شأن ثاني بقى أديه من عندي وأديله رحمة. يذكرنا الحديث عن الحوت ببني إسرائيل، فقد ذكر القرآن الكريم عن مكرهم ومحاولاتهم للاحتيال على ربهم، في قصة الحيتان. ففي سورة الأعراف يقول الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
الخطاب موجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسأل بني إسرائيل عن هذه الواقعة، يعني هم يعرفونها جيدا، اسألهم عنها. فقد كان بنو إسرائيل في عهد النبي داود عليه السلام يصيدون الحيتان من مدينة تطل على البحر، يعني واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اسألهم عن القصة دي وما عارفينها. هؤلاء الناس في هذه المدينة المطلة على البحر كانوا طلبوا من الله تعالى أن يجعل لهم يوما يكون لهم عيدا يتعبدون الله فيه، يعني ينقطعوا عن العبادة في هذا اليوم. قال يا رب اجعل لنا يوم ننقطع فيه إلا العبادة لك. فجعل يوم لهم سمي السبت، وكلمة السبت يعني الراحة التامة، ومنه قوله تعالى واجعلنا نومكم سباتا. فجعل السبت لهم يعني سمى يوم السبت يعني يوم الراحة. ونهوا عن القيام به في أي عمل فيه إلا العبادة، ومن ذلك صيد الحيتان، ومن ذلك صيد الحيتان. فماذا فعلوا؟ أقاموا حياضا كالمصايد للحيتان على الشاطئ، بحيث تتجه الحيتان التي تأتي إليهم يوم السبت في هذه الحيتان وتحتجز فيها، يحتجزونها فيها، ثم يأتون بعد ذلك يوم الحد وما بعده فيصطادونها من الحياض والمصايد. فأرادوا أن يحتالوا على الله، فإذا سألهم الله تعالى قالوا إنما أطعناك وامتنعنا عن الصيد يوم السبت. فذلك قول الله تعالى عن بني إسرائيل في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني مطلة على البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذ يعدون في السبت أي يتجاوزون أمر الله فيه، وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه. إذ يعدون قد يكون المقصود إذ يعدون صنع الطرق لصيد الحيتان في السبت يسوقونها إلى الحياض، هم لا يصطادونها ولكن يسوقونها إلى الحياض ويحبسونها فيه حتى يوم الأحد أو الاثنين يصطادونها، وهم مأمورون بأن لا يشتغلوا يوم السبت إلا بالعبادة. وهكذا آثر بنو إسرائيل في عهد النبي داود عليه السلام، آثروا الصيد والمال على طاعة الله عز وجل. لقد اختبرهم الله تعالى وهو أعلم بما في قلوبهم، وإنما أراد تعالى أن يقيم الحجة عليهم من أنفسهم. كان الحديث اليوم عن الحيتان وعن الحيتان في قصص الأنبياء، وعن الحيتان مع بني إسرائيل، وعن احتيالهم على الله تبارك وتعالى، وعما جاء عن كل ذلك في القرآن والحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله.